منذ أحداث الطيون وحتى اليوم، ونائب القوات بيير بوعاصي نجم تصريحات وإشكالات، مسجلاً في أسبوع واحد ما يوازي عدد أيامه فضائح وزلات، آخرها مساء الجمعة في أحد مقاهي بلدة الأصيبة، حيث صدف تواجده بالتزامن مع تواجد شبان من البلدة. في مطرح تاني سألته، حضرتكم بتعتبروا كقوات لبنانية أنه الكل فوق سقف القضاء، ونواب ووزراء حركة أمر حزب الله لازم ينزلوا على القضاء بتحقيق انفجار مرفق بيروت. سمير جعجع بنفس الوقت كمان مدعو للمسؤول أمام القضاء للاستماع لإفادته، ليش ما بده ينزل؟ ليش الاستنسابية بالتعاطي؟ ليش هون القضاء عادل هون القضاء منه عادل؟ فهيدا يمكن الموضوع الأساسي اللي عصب عليه الأستاذ أبو عاصي. وكمان وقت سألته هل صدفة أنه انفجر مرفق بيروت بعد 11 يوم أو 10 أيام من بتبلغ رئيس الجمهورية عن وجود النيترات؟ هون احتد كتير الوزير أبو عاصي وصار اللي صار. هو كان عم يشرب قبل ما يجي على الطاولة لعنا، وبس قاعد على الطاولة عنا، وكان في بعض الحركات. يعني اليوم كيف حدا طالب ساندويش مثلا عم يوصل له الساندويش من المطعم، أشط الساندويش وغصب عنه للزلمة أنا بدي أكل. في حركات كانت مش مزبوطة، الشتيمة والتعرض لقلب الشخصي وللعونيين بهذا الشكل مشكلة إذا ما كان سكران. المفارق أن بوعاصي ينتمي إلى فريق سياسي دافع عن إطلاق النار على المحتجين في الطيوني تحت عنوان دعم المحقق العدلي طارق البيطار، لكنه استبق عمل البيطار نفسه وعاد إلى لغة كان يعلم. زبيلي هو توصيف بوعاصي للعونيين مع كثير من التهكم والازدراء والشتائم. بعد أيام من محاولة تبرير تصويب حزبه على شطب حق المنتشرين بالنواب الست عبر تقزيم دورهم إلى حدود الصفيحة والكبة. بعد أعمال القتل في الطيوني كان بوعاصي أول من بادر إلى تبريرها، وإن كانت رائحة الدم على خط التماس قديما لم تستدعي من نائب القوات توصيف المرتكب بغول الموت، بل على العكس. هيئة الأصيبة في التيار الوطني الحر دعت المواطنين للمقارنة بين النموذج السيء الذي تعبر عنه شخصيات القوات والنموذج الحضري الذي يعكسه شباب التيار، شاكرة لبوعاصي تذكيره الدائم للمواطنين بالمدرسة التي ينتمي إليها، مدرسة الميليشيا وقمع الرأي الآخر متى لم يستطع المواجهة بالحجة والمنطق، ما يستدعي التساؤل عن نوع الدولة التي يدعون الدعوة إليها في ظل هكذا ذهنية. بوعاصي من جهته رد على بيان هيئة الأصيبة معتبرا ما جاء فيه جملة أكاذيب تدل على حقارة التيار ويأسه للتعويض عن إفلاسه. رواية بوعاصي تقول أن نائب القوات فوجئ بعد أكثر من نصف ساعة على محاولته فتح حوار جدي مع الحاضرين بعدائية مفرطة واعتداء مناصري التيار بالضرب على مرافقيه قبل مغادرته بناء على توصية المرافقين، فالنائب الكول دخل بعد تواطؤ الطيوني بسلاحه إلى الجلسة التشريعية، لم يشهر مسدسه الحربي في اليونسكو لكنه حاول في الأصيبة. كان عم بجرب يشير سلاحه أكثر من مرة، هلأ ثابت لأنه الشباب والصبايا كانوا موجودين حواليه عم بيزيحوا لورا وما بدها هالقد وكذا، ما رجع سيب سلاحه. اللي صار بعد نتفة صغيرة أنه رجع تهجم علينا مرة تانية هو وأحد المرافقين تبعه. أستاذ بيير ضلوا بعيد بينما المرافق تبعه هجم لحتى يضربني. هون بصير في إشكال بينه وبين أحد الشباب اللي كان موجود معي على الطاولة، وبصير في تضارب. نحن ما اعتدينا مثل ما قال ببيانه، بس يا ريت بيرفع دعوة، لأنه اليوم يلي دعوه للوزير بوعاصي يجي ويقعد ويتحاور هو وياهم، هن جماعة ما عندهم رأي سياسي وانتماء سياسي، بالعكس كانوا عم بيحكوا من منطلق لا يعرفوا شو خطاب القوات شو بيحكوا القوات. افتكر الوزير أبو عاصي فرجاهم أحلى نموذج عن القوات. بوعاصي احتفظ بحقه بالادعاء على كل من اعتدى على مرافقيه وعلى من يدعي بأنه حاول شهر سلاحه، وهنا لا مجال للاختلاف مع نائب القوات، فللقضاء يبقى الفصل في أي قضية وجريمة وإشكال، فليكن في الأصيبة كما يجب أن يكون في الطيون وانفجار المرفأ وغيرهما، بعيداً عن حماية أي مطلوب وهارب من وجه العدالة، حيث الاستنساب مقبرة الحقيقة والعدالة.